أسعدتم مساء بكل خير. نحن سعداء في منتدى بدائي المتوسط في استضافتكم واستضافة أستاذنا الدكتور خالد حجي وكذلك الأستاذين العزيزين الدكتور إليس الشريف والدكتور محمد طرحاوي من أجل تقديم قراءة فكرية في مؤلف المثقف المثقف من طريق فضاءات التواصل الاجتماعي إلى رحابة الأرض وسعة الكلام لمؤلفه البروفيسور خالد حجي الذي نشكره جزيل الشكر على تجشمه على السفر فقد جاء علينا من مدينة وجدة بعد رحلة أكاديمية في العاصمة الأوروبية بروكسل. كما تعلمون أن الأستاذ خالد حجي صح هو غني عن التعريف أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة وقبلها درس في مجموعة من الجامعات بأوروبا خاصة في ألمانيا وفي بلجيكا ورقم مجموعة من الخبرات الثقافية والمهنية في مشاريع فكرية وثقافية داخل وخارج المغرب ونتشرف اليوم باستضافته في هذه الأمسية التي سنحاول من خلالها تسليط الضوء على كتابه الجديد المثقف وهو كتاب يحاول من خلاله الأستاذ خالد حجي أن يؤسس لوعي ثقافي جديد من أجل خلق مساحة شاسعة وواسعة للتفكير في قضايا الأمة والعصر والحضارة وذلك من أجل الدفع من عجلة التطور والانعتاق حسب تعبيره من كل المضايق خاصة مضايق الانحطاط التي تعانيها مجتمعاتنا ومن أجل الخروج إلى الفضاءات الشاسعة وتجاوز نقطة الوقوف في تاريخ الأمم حسب التعبير الخلدوني يذكر الأستاذ خالد في الصفحة الرابعة من الكتاب أو ما يمكن أن نسميه بلغة عصرنا بالغيبوبة الثقافية. طبعا لا أطيل عليكم سأحيل الكلمة بداية إلى الدكتور إلياس الشريف كي يقدم مداخلته وكما تعلمون الدكتور إلياس الشريف هو متخصص في الإبستيمولوجيا وفلسفة العلوم وهو أيضا طبيب جراح متخصص في الجهاز العظمي فريد فضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد بداية أود أن أقدم شكري للمكتب الأدبي على هذه الدعوة الكريمة كما خصوصا وأخص بالذكر رئيس الأستاذ رضوان مصرف كما لا يفوتني أن أقدم شكري وشكر خاص للأستاذ خالد حاجي على تلبيته لهذه الدعوة الكريمة ورغم يعني كثرة انشغالاته واهتماماته ورغم تحمله لعناء السفر وفي الحقيقة الأستاذ خالد حاجي لا يبخل عنا خصوصا في مدينة بابور كلما دعوناه إلا يعني وجدنا منه قبول الدعوة فشكر جزيل لك أستاذ خالد. في الحقيقة اختصمت في ذهني وأنا أقرأ كتاب الأستاذ خالد بعض الملاحظات وسجلت بعض النقاط التي أود أن أشارككم إياها وهي في الحقيقة مداخلة ستكون مقتضبة لأن الأساس هو يعني في أبواب النقاش مع الأستاذ خالد حول الموضوعات والآفاق التي يفتحها هذا الكتاب. وقد دونتها يعني بعض النقاط وبعض الملاحظات التي يعني أراها قابلة للدردشة. النقطة الأولى وأنا يعني أقرأ الكتاب يعني ما لفت انتباهي هي طبيعة اللغة التي كتب بها هذا الكتاب. طبيعة ومستوى اللغة
إن القارئ للكتاب لا يفتأ يحس بالبعد البياني للغة التي كتب بها، فهي لغة متينة تنفذ إلى أعماق اللغة العربية، فتنهل منها من الأساليب والعبارات التي توصل المعنى في شكل انسيابي مرن، غير أن الأسلوب وإن كان سلسا يستعصي على الكثير الإتيان لمثله، فهو أبعد من التعقيد وأقرب إلى الإيضاح والتبيان، هذا من ناحية الشكل. أما من ناحية المعنى والمحتوى فلغة الكتاب تعبر عن شاعرية معروفة على صاحبها، تترجم قلقا وهاجسا معرفيا يشغل الأستاذ خالد منذ سنوات. هذا القلق والهاجس المعرفي يتركز حول إشكاليات عديدة، إشكاليات النهوض والإقلاع لدى المجتمعات العربية والإسلامية، فلغة الكتاب أسعفته أن يعبر عن هذه الهواجس في توافق تام بين الشكل والمحتوى، ولا يخفى هذا عن متخصص في الآداب ومولع بضروب الفن بتعدد أشكالها. ثم إن جولان الأستاذ خالد بين فضاءات اللغات المتعددة، وأقصد هنا الألمانية والإنجليزية والفرنسية والعربية، هذا إن لم أقل جوانب أخرى، أكسبه قدرة على الانتقال من لغة إلى أخرى، والانتقاء من أساليب اللغات المتعددة ليجعل من لغة الكتاب لغة تتجاوز الحدود وترتقي بالقارئ في مستويات ثقافية متعددة. النقطة الثانية تهم يعني طبيعة الأفكار والموضوعات التي همت الكتاب، فلا شك أن الأستاذ خالد قد انهمك منذ سنوات في مناقشة كثير من الإشكالات المعرفية التي تؤرق المجتمعات العربية والإسلامية، وعلى رأسها إشكالية النهوض، فمواضيع الكتاب محاولة جادة لاستنطاق مكامن الخلل ومواضع التخلف في الثقافة العربية والإسلامية، هذه الثقافة التي تعيش ضمن ثنائيات مستعصية وأحيانا قاتلة تتردد بين الارتباط بالتراث إن قبولا أو رفضا، وتحديات ثقافة العصر بكل آفاقها وإكراهاتها. إن تشبع الأستاذ خالد بالفكر الغربي من خلال ضبطه لعلوم آلته، وأقصد هنا تمكنه من لغات أهم الثقافات الغربية وتعمقه في الفكر الإسلامي في المقابل، أكسب تناوله لمختلف مواضيع الكتاب قدرة على المزج بين الأصيل والدخيل، وإمكانية لتجاوز تيه بعض المقاربات التي إما أن تسقط في تقديس الذات عنيت التراث تقديسا يحجب عبره آفاق الانفتاح على الآخر، أو ترتمي في أحضان ثقافة الآخر فتجلد الذات جلدا وتتنكر لكل ما هو أصيل. إن أسئلة كثيرة كسؤال النهوض والعولمة وحرية التعبير والفضاء العمومي والديمقراطية والإصلاح والتكنولوجيا وواقع العلوم الإسلامية وغيرها تتطلب مقاربته لهذه المواضيع. إن انخراط الأستاذ خالد في النقاشات الغربية عبر انخراطه في بعض المؤسسات الغربية، وهنا أقصد بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أكسبته قدرة
على فهم طبيعة العقل الغربي وإمكانات الالتقاء ونقاط الاختلاف، ولا يخفى على أحد أهمية معرفة الآخر تمهيداً لفتح جسور التواصل، التقاء على المشترك وتسامح على المختلف فيه. إن هذه المواضيع على اختلاف أزمنة كتابتها، إذ أعتقد ويمكن الأستاذ خالد أن يصحح لي أنها كتبت في أوقات مختلفة وضمن سياقات خاصة، إلا أنها يربطها نظام ناظم واحد هو الخط الفكري والهارس المعرفي الذي يشغل مؤلفها منذ سنوات، والذي يضفي ببلاغه على طبيعة مقاربته لمختلف مواضيع الكتاب. نقطة منهجية أجدها من الأهمية بمكان، وهي تبييل الأستاذ خالد لبعض الفصول بخواتم تلخص فكرة الفصل بأكمله، وهي منهجية قلما نجدها عند كثير من المؤلفين والكتاب. بعد هذه النقاط، يعني الثلاث حول مدح الكتاب، سأنتقل إلى طرح بعض الملاحظات التي قد تثير بعض يعني التي في الحقيقة أثارت بعض الأسئلة عندي، بعض الأسئلة والاستفسارات. أولا، النقطة الأولى هي من الناحية المفاهيمية. في الحقيقة أجد صعوبة لاستيعاب مجالات الفصل بين مفهومي أو كلمتي المثقف والمثقف. ففي المجال التداولي في ميدان الفكر والفلسفة، مفهوم المثقف مفهوم معلوم وواضح، فهو حالة متقدمة في الوعي ضمن مجتمع ما. هذه الحالة تحمل المثقف مسؤولية تاريخية يتمثل في الإسهام في تجديد الفكر والنهوض بالوعي بما يخدم مشروع التقدم والنهوض. فقد يكون المثقف أصوليا أو حداثيا، أو يحاول أن يجمع بين الأصالة والحداثة، وقد يأخذ المثقف دائما بالفتحة فوق القاف، المثقف على عاتقه تغيير الواقع وتوسيع آفاق الإدراك لدى العامة إلى آخره. لكن الانتقال إلى الحديث عن المثقف هو انتقال، أعتقد، من مجال التداول في فضاء الفكر والفلسفة إلى مجال التداول في ميدان اللغة والأدب، فيكون الأمر تمييزا بين مفعول به يقع عليه فعل غيره، وفاعل يمتد فعله ليقع على غيره. يعني خلاصة هذه الملاحظة أستاذ خالد هو أن يعني الدلالة أو الحمولة الدلالية التي أضفيتها على مفهوم المثقف هي نفسها الدلالة التي كانت قبل لدى يعني ضمن مفهوم المثقف. فيعني سؤالي هو ما هي الإضافة، لأن نحن هنا بصدد صياغة المفاهيم، لأن عنوان الكتاب هو المثقف المثقف، فهو مفهوم جديد يتجاوز المفهوم التقليدي والكلاسيكي المعروف عن المثقف. فيعني أطلب من الأستاذ خالد أن يفصل في هذا الفصل المفاهيمي بين الكلمتين. النقطة الثانية هو أن التمييز بين المثقف حسب تعريف الأستاذ خالد، وهو في بعض يعني الفصول هو المنغمس في ذاته والذي يقع عليه فعل غيره، والمثقف المنفتح على غيره والموسع لآفاق إدراك الآخرين، بالصيغة التي يطرحها الأستاذ خالد فيها نوع من الإيحاء، وأنا أعلم أنه ليس حقيقة، لكن وأنا أقرأ يعني الكتاب يعني الارتصامات التي يعني تولدت لدي هو أن هذا التمييز بين المثقف والمثقف فيها نوع من الإيحاء، أو على الأقل ما يتبادر إلى الذهن إلى عدم إيلاء الثقافة الأصلية أو التراث
الأهمية التي يعني التي لديهما، واعتبار الانغماس فيه نوع من التحجر والجمود، واعتبار الانفتاح على الثقافات الأخرى في المقابل وخصوصا الثقافة الغربية الحديثة نوعا من التحرر والخلاص. ففي صدد الحديث مثلا عن إمكانية نهوض العرب مرة ثانية، يربط الأستاذ خالد شرط النهوض بالتحرر من التقيد بنموذج السلف في نهضتهم الحضارية. وهنا يعني صفحة 12 يقول الأستاذ خالد: ولا يوجد ما يمنع من نهضتهم مرة ثانية شرط أن يتأتى لهم دفع الموانع الذاتية والموضوعية المعوقة لهذه النهضة، ويأتي على رأس هذه الموانع التقيد بنموذج السلف في نهضتهم الحضارية. وهنا يمكن أن نفتح قوسا لنميز بين النموذج الإدراكي الذي كان يشتغل من خلاله العقل المسلم لاستقراء الواقع والتفاعل مع أسئلة العصر آنذاك وقراءة النصوص والموروث الذي أنتجه هذا العقل، وهو المقصود بالتراث الذي لا يمكن أن يفصل عن سياقه الزماني والمكاني، إذ بغياب تلك السياقات الخاصة تنعدم قيمة تلك الأجوبة التي طرحت آنذاك. النقطة الثالثة، وهذا أيضا يعني من الارتصامات التي تولدت لدي، هو أنه يبدو من خلال الكتاب أن للأستاذ خالد مشكلة أكبر، وهي ترتبط بالنقطة الأخرى مع الارتباط بالتراث، أكبر من مشكلته مع الارتباط يعني الثقافة الحداثة. ففي كثير من المقاطع مثلا نجد الأستاذ خالد يؤكد استحالة القيام بنهضة حقيقية والخروج من وضع التخبط الحضاري والمعرفي اعتمادا على التراث فقط، بل لا مناص من التفاعل مع علوم العصر وفنونه. وهذا يبدو جليا حين الحديث عن ضرورة إحياء التراث من خلال استيعاب ثقافة العصر، وحين الحديث عن وأثناء الحديث عن تأصيل القديم في الجديد، وأن ثقافة العصر أقدر على استيعاب ثقافة الماضي وليس العكس. القضية الثانية والمرتبطة بالنقطة السابقة، وهي أن القارئ ترسم في ذهنه أن الأستاذ خالد وهو بصدد بناء صرح نهضوي جديد يقوم بجلد الذات بين قوسين المتخلفة والمتشبثة بالماضي والمنغلقة على نفسها، في حين أنه لا نجد حديثا عن ثقافة العصر التي من خلال التشبع بها وقراءة التراث عبرها هي صمام الأمان لنجدة الثقافة الأصلية والعبور بها إلى ضفاف الشهود الحضاري. وهنا يمكن أن نطرح بعض الاستفسارات: ما الذي نعني أساس الأستاذ خالد بثقافة العصر؟ هل هي ثقافة الغرب أساسا أم الثقافات الأخرى التي يعني لم تعدم المساهمة في الشهود الحضاري الكوني، كالثقافة الصينية والثقافة الآسيوية إلى آخره؟ ثم ألا تعيش ثقافة العصر هذه أزمة أيضا وجودية ومعنوية؟ وألا تعاني من إشكالية لا معنى؟ ألم تؤدي إلى ما يصطلح عليه اليوم بأزمة العلوم؟ أليست هي ثقافة للإقصاء في بعض أبعادها؟ ثم ماذا عن مأزق الحداثة؟ ألا يتشوق كثير من مثقفي ونخب الثقافة الغربية إلى رد الاعتبار للدين، وخصوصا يعني بعض يعني الديانات الآسيوية أو غيرها، وإلى الأدب والفن من أجل الخروج من مأزق الحداثة؟ في إطار حديث الأستاذ خالد أيضا عن واقع العلم الشرعي وتحديات الثقافة الرقمية، ذهب إلى التأكيد في الصفحة 33 مثلا على أن العلوم الشرعية
هي نتيجة تفاعل مزدوج مع الوحي من جهة ومع علوم العصر من جهة أخرى. ثم يقول لاحقا: فبالتالي علينا التفكير في سبيل في سبل انبعاث العلوم الإسلامية من داخل علوم العصر وثقافته. وهنا يمكن أن نطرح السؤال التالي: ألسنا من خلال حديثنا هذا نحدد الإطار والفضاء الذي ينبغي أن تشتغل فيه العلوم الإسلامية، وهو فضاء علوم العصر وثقافته، وكأن المحدد والأساس لانبعاث العلوم الإسلامية هو انبعاثها ضمن فضاء علوم العصر هذه؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار إلى أن أي علم أو معرفة لا يمكن فصلها عن السياق الثقافي العام الذي أنتجته، فكيف يمكن لعلوم العصر وهي بالأساس علوم الغرب الحديثة والتي نشأت ضمن سياق ثقافي محدد وهو سياق الفكر الأوروبي الحديث، أن يكون الإطار النظري العام الذي يحدد قسمات وآفاق العلوم الإسلامية التي نريد إحيائها؟ نقطة أخرى في إطار حديث الأستاذ خالد عن حرية التعبير بين السلطة الدينية والسلطة الفنية، أكد الأستاذ خالد عن دور اللغة في توجيه معاني الموسيقى مقابل عجز الموسيقى عن القيام بذلك، وضرب مثلاً على هذا سيمفونية بيتهوفن الخامسة والتي مطلعها دا 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 دا، فهذه الافتتاحية وإن يذهب الأستاذ خالد وإن كانت تخلق حالة شعورية عظيمة غير أنها تظل حالة شعورية بدون وجهة، أو لنقل بدون بلوغ المعنى الذي يقصده بيتهوفن. لكن السؤال المطروح هنا أستاذ خالد: أليس من مقتضيات الفن موسيقى كانت أو غيرها الاستغناء عن اللغة والكلام، فيكون الشكل الفني حمال أوجه ومنبعا لمعاني كثيرة ومتفرقة لا تتوافق بالضرورة مع معاني النص الأصلي؟ فقد يفهم مثلا المستمع لسيمفونية بيتهوفن معاني وإيحاءات ليست بالضرورة هي معاني بيتهوفن الذي حملها لسيمفونيته. ونفس الشيء قد ينطبق على الأشكال الفنية الأخرى، فلوحة فنية مثلا قد توحي بدلالات وإيحاءات لا علاقة لها بدلالات من خطها. فهل بالإمكان للأستاذ خالد أن يفصل لنا بعض الشيء في هذه العلاقة الجدلية بين الفن واللغة في توجيه المعنى؟ الملاحظة الأخيرة وهو في الفصل المخصص للحديث عن الفضاء العمومي بين الضيق والسعة، يذهب الأستاذ خالد إلى أن الفضاء العمومي في العالم العربي والإسلامي لم ينجو من تأثيرات انكماش الغرب السياسي والحضاري، فإذا مس الغرب قرح سيكون وباله على العالم العربي والإسلامي أعظم، وبانهيار النموذج الغربي في الاجتماع الإنساني اليوم ستتجه الشعوب العربية والإسلامية ذاتها في طريق غير واصلة. والسؤال هنا: أليس في هذا المذهب أستاذ خالد ربط لمصير الإنسانية جمعاء، أو بالأحرى ربط مصير الشعوب العربية والإسلامية بمصير الغرب وثقافته؟ ثم ألا نكرس من خلال مذهبنا هذا نوعا من المركزية الغربية التي تجعل من ثقافة الغرب مركزا يؤطر الهامش، أو لنقل يحدد مصيره؟ وإذا كان الأمر كذلك فألسنا نكرس مبدأ الثنائيات القاتلة الغرب والشرق، الثقافة والجهل، الحضارة والتخلف إلى آخره؟ ثم أليس القول
على أن زلة العرب خصوصا زلة أوروبا اليوم في هذا المجال هي زلة العالم بأكمله. أليس في هذا تكريسا للصورة النمطية للغرب بذاته باعتباره النواة التي تغذي العالم والبوصلة التي توجه صيرورة العالم إلى الارتقاء والنهوض أو إلى النقوص والعدمية؟ وهنا أختم جملة الملاحظات التي يعني سجلتها من خلال قراءة هذا الكتاب. وفي الحقيقة وأنا أقرأ الكتاب يعني خلصت إلى أن الأستاذ خالد هو في الحقيقة نموذج للمثقف المثقف الذي يتحدث عنه في كتابه هذا. فالشكر جزيل الشكر مرة ثانية للأستاذ خالد. شكرا جزيلا. دكتور محمد هو متخصص في اللغة العربية وأدبها وهو كاتب أكاديمي مغربي وناقد، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا سيد الرئيس. أنا فخور جدا بهذا اللقاء العلمي والثقافي الماتع في هذه الأمسية المباركة التي يؤطرها أستاذ جليل من طينة الدكتور خالد حجي، وبالمناسبة غني عن التعريف باعتبارات عدة، فهو أستاذ جامعي مدرس للغة الإنجليزية ومهتم بالثقافة العربية في امتداداتها الأوروبية وامتداداتها في العالم العربي. وما أحوجنا إلى باحثين من طينة السي خالد حجي الذين يقرؤون التراث والنصوص الحداثية كذلك ليس من منظور أحادي ولكن من منظور متعدد الزوايا والنظر. فحينما ننظر إلى موضوع معين من زاوية واحدة تبدو لنا بعض القضايا وقد نغفل قضايا أخرى، أما حينما تكون الرؤية استراتيجية وإن شئتم رؤية بانورامية تمتد من الثقافة العربية الإسلامية لتعقيد جسورا من التواصل مع ثقافات أخرى، فهذا هو الذي سيخرجنا من بعض المتاهات وبعض التعريفات خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات التي اشتغل عليه النقاد قديما وحديثا ولا زالت مطروحة إلى حد إلى يومنا هذا. لذلك فالأستاذ إلياس، مشكورا دكتور إلياس، أشار إلى مجموعة من النقط الهامة المهمة جدا. والكتاب الذي يقرأ مرة واحدة لا يمكن أن نعتبره مشروعا ثقافيا نقديا، وبالتالي فالكتاب الذي يطرح أسئلة عديدة من قبيل التي طرحها الأستاذ الدكتور إلياس مشكورا جديرة بالقراءة، ولعل أن كل واحد منا سيخرج بعد قراءته لهذا الكتاب بآراء وربما بملحوظات من قبيل التي خرج بها الأستاذ الدكتور سي إلياس الشريف مشكورا. حاولت أن أقرأ الكتاب وأن أبحث عن عنوان يليق بهذه القراءة، فوجدت أن تجليات المثاقفة في كتاب المثقف من ضيق فضاءات التواصل الاجتماعي إلى رحابة الأرض وسعة الكلام لمؤلفه خالد حجي هو العنوان ربما
المناسب لهذه الأمسية لاعتبارات كثيرة، أهمها أن المناهج التي يستحضرها الكتاب هي مناهج متعددة ومتنوعة، بعضها أصيل في الثقافة العربية وبعضها الآخر وافد عليها، ولكن المهم هو أن نخرج بأن هذا المثقف الذي يتحدث عنه السي خالد هو مثقف الناقد الكاتب الذي ربما أنه سيقوم بدوره أحسن قيام بعد أن عجز المثقفون العضويون على الأقل بالقيام بهذا الدور. أشار الدكتور إلياس إلى ملاحظة مهمة، وهي أن ربما أن الكتاب كتب في مناسبات متعددة وهي مجموعة من المقالات، والجميل في هذه المقالات أن الموضوع الذي يجمعها والذي يحيلها هو من وجهة نظري الخاصة هو المفهوم المثاقفة التي حصلت وتحصل وستحصل في المستقبل والتي سيتنبأ بها الكاتب مشكورا باعتباره مثقفا. فالمشروع الثقافي الحضاري الإسلامي له علاقة بقضايا العصر إن شئنا أم أبينا، أو بالأحرى القضايا التي تمثل روح العصر، إن في الغرب الذي يزعم الانفتاح والتعايش والديمقراطية ويطمح إلى صياغة أنساق ثقافية وحضارية صالحة للتداول والانتشار في فضاءات عمومية خاصة في أوروبا، يمكن أن تستفيد من هذه الفضاءات وتسير على منوالها فضاءات لا يريد لها المثقف الغربي أن تخرج عن النمطية المعتادة، الغرب المتقدم في مقابل الشرق المتخلف، أعني الغرب المتقدم ثقافيا وحضاريا في مقابل الشرق المتخلف ثقافيا وحضاريا. إنها مقالات تسعى إلى تطوير مضايق الحداثة كما تمثلتها الثقافة الغربية بحثاً عن فضاءات أرحب وأوسع للإبداع الإسلامي العربي. وقد آثرت أن أتحدث عن تجليات المثاقفة التي تمت بين الأنا الذات العربية الإسلامية والآخر متمثل في الثقافة الغربية بمختلف تمظهراتها وتجلياتها. وقد عمد المؤلف خالد حجي على توضيح هذه العلاقة من خلال تفصيل القول في ثيمات لها راهنيتها إن في فضاءات أوروبا الثقافية أو في فضاءات عربية إسلامية موجودة سلفاً في الدول العربية الإسلامية، أو أن الذات العربية الإسلامية تسعى إلى استنباتها في فضاءات أوروبية. هذه الفضاءات التي اختارها الدكتور خالد حجي بعناية فائقة، أقصد فضاءات عمومية في بلجيكا التي احتضنت المؤلف باعتباره مثقفاً لا يسلم بأطروحات الحداثة وفتوحاتها المزعومة، بل يناقشها بمرجعيات مختلفة تنم عن تمثله تمثل تاماً لنوع المثاقفة التي حصلت في عصر النهضة في الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية. فإن كانت قد نجحت إلى حد ما في ميادين كالترجمة والتعريب ونقل المفاهيم وتطوير الأجناس الأدبية، فإنها لم تعمق النظر في العلوم الإسلامية التي صنفت ضمن علوم الآلة التي كانت صالحة في الماضي ولكنها لم تعد كذلك في العصر الحاضر. ومن تجليات هذه المثاقفة في هذا الكتاب أيضا التي حصلت في الماضي ولم تقوى على الاستمرار في الحاضر نجد ما يلي: أولا الخصوصية وتتميم مكارم الأخلاق. فهل من الممكن أن يستأنف العرب والمسلمون صناعة التاريخ، أم سيظل قدره هو الخضوع والامتثال للقوى التي تصنعه؟ صفحة 12-16. يستعين المؤلف من التراث الإسلامي مقولة تتميم مكارم الأخلاق. المثاقفة في نظري
لم تتجلى في هذه المقولة، ولم تنضج مسلمات قابلة لتكريسها، سواء أكان ذلك في الخطاب الثقافي العربي الغربي أم في الخطاب الثقافي العربي الإسلامي، ولم ينتج عنه سجالاً نقدياً مثمراً. ومن ثم يقترح المؤلف أن يستأنف العرب والمسلمون صناعة التاريخ وفق مفاهيم كونية تعلي من مقولة تتميم مكارم الأخلاق، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال كذلك. وهذا لم يتأتى مثلا بترديد مواطن إعجاز العلم في القرآن الكريم، أو ما سماه الكاتب بتفخيم المنظومة الدعوية على حساب المنظومة العلمية التي تبناها خطابا علميا واضحا يعتمد على الفرضية والتجربة والتحليل وصولا إلى نتائج علمية دقيقة تخدم البشرية جمعاء. والخصوصية هنا ينبغي أن تنبري أو أن تتجلى في مثاقفة بناءة ومثمرة تعلي من الخصوصية في تتميم مكارم الأخلاق في أبهى تجلياتها، أي المساهمة في إثراء الثقافة العالمية وإبنائها. التجلي الثاني للمثاقفة يتجلى في أن القضايا التي تناولها السي حجي مشكورا لم تصل إلى مستوى التمثل على مستوى المثاقفة. تتجلى هذا بالأساس في واقع العلم الشرعي وتحديات الثقافة الرقمية صفحة 20. يستشهد هنا المؤلف خالد حجي بالشاعر الألماني غوطة الذي لا يأسف لشيء قدر أسفه لعدم قدرة علم الأديان بالذات على تبليغ الإنسان مرتجاه من المعنى في هذا الوجود، حيث يقول غوطة على لسان بطل مسرحيته فاست وأنه بذل مجهودا مضنية في دراسة الفلسفة والقانون والطب وللأسف حتى علم الأديان، فما زاد ذلك كله على أن أبقاه مسكينا أحمق كما كان من قبل. أعتقد أن المثاقفة التي حصلت على مستوى العلوم الشرعية لم تصل إلى درجة التمثل. مجموعة من المفاهيم الشرعية، مجموعة من المبادئ الإسلامية لم يفهمها الغرب، أي الفهم الصحيح لهذه العلوم في عصر الرقمنة، سواء لدى الذات العربية الإسلامية ممثلة هنا في العلماء ورجال الدين فمهمتهم في عصر الرقميات والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ألا يكتفوا باجترار المسلمات. وحينما نتحدث عن العلوم الشرعية باعتبارها علوما إنسانية عليها ألا تكتفي بوضع التخبط الحضاري والمعرفي اعتمادا على تراثها فقط، بل لا مناص لها من التفاعل مع علوم العصر وفنونه إن هي شاءت ترميم ذاتها. فالمؤلف هنا في محاولة بسطه للمنظومة العلمية الإسلامية والتي أوصلت الحضارة الإنسانية لتقف عند مشارف مرحلة حضارية جديدة، أعتقد المرحلة هنا قد تعني من ضمن ما تعنيه الإشارة بشكل ضمني إلى المراحل التي قطعتها المثاقفة التي حصلت بين الأنا العربي المسلم والآخر الغرب الذي يملك سلطة المعرفة. هنا نستحضر من يملك سلطة المعرفة في الثقافة العربية الإسلامية، الأسئلة التي كان يطرحها النقد العربي الحديث: من يملك المعرفة؟ هل هو صاحب العمامة؟ هل هو الاشتراكي؟ هل هو الليبرالي؟ هل الذي يملك المناهج النقدية؟ أسئلة كثيرة يحاول الكاتب مشكورا أن يجيب عنه في هذا الكتاب. سلطة المعرفة الآن يمثلها من انخرط في روح العصر، والانخراط في روح العصر يعني الانخراط في العولمة، والمعرفة أصبحت تباع وتشترى. ليس بالضرورة أن تكون متفوقا صناعيا لكي تكون متقدما حضاريا وثقافيا، والمنظومة العلمية الإسلامية عليها أن تحين أدواتها العلمية والتقنية وتحدد شروطها بدقة ليتسنى لها الانخراط في روح العصر. إن المثاقفة التي حصلت بين الشرق والغرب أغفلت عن قصد أو غير قصد في عصر الرقميات أو ما يعرف بمجتمع المعرفة الذي يركز بشكل أساس على المعلومات عوض النظريات، وهذا ما حصل فيه وهذا ما فصل فيه القول الباحث خالد حجي في الصفحة 30 من هذا الكتاب. إن ما يحصل الآن من انزياح عن الخطاب الفقهي المقاصدي
بعد الانزياح الأول على الخطاب الفقهي التقليدي إنما يحصل بفعل تأثير الثقافة الرسمية عصر النظريات وأدخلت بذلك الإنسان في عصر المعلومات. فالمثاقفة هنا بين الذات العربية الإسلامية والآخر الذات الغربية ينبغي أن تشيد بناء على الثورة المعلوماتية التي هي ميزة الألفية الثالثة. العولمة تعني من ضمن ما تعنيه سرعة تدفق السلع ورؤوس الأموال والأفكار والخدمات، والبشر من مكان إلى آخر بكل حرية. ثم إن الطويل الفقه المقاصد حتى يعيه الآخر لا بد من ربطه بما يتوافق مع الثورة المعلوماتية والعلماء. وهذه المثاقفة يفترض فيها استثمار تجليات سياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية للعلماء لكي لا يظهر على الأقل ذلك الواعظ الرقمي الذي تحدث عنه الدكتور في سياق تمثله لأورغانول أريستي صفحة 30. فالمثاقفة التي ينبغي أن تصل حول المنظومة العلمية الإسلامية يفترض فيها استثمار ذلك العالم الذي أصبح متصلا ومترابطا إن على مستوى الدول والحكومات أو على مستوى الشعوب والأفراد. إن سؤال الثقافة المغربية بين الداخل والخارج والأمس واليوم الذي طرحه الدكتور صفحة 34 يجد بعض الأجوبة في نظري في ما كان يقدمه الناقد السلفي في عصر النهضة، ولكن الأجوبة عن هذا السؤال تمر حتما عبر قناة المثاقفة التي تشتغل وفق نموذج المجتمع الشبكي في العصر الحاضر. وفي خضم هذا المجتمع تبرز أشكال التعبير الموسيقي الرقمي. وإذا كان الدكتور خالد حجي يشير في الصفحة 42 في الانكماش الملحوظ إلى الانكماش الملحوظ والانطواء على الذات في السياق الثقافي والسياسي الأوروبي اليوم، وهو يتحدث عن أوروبا والجغرافيا والإسلام، ناتج في نظري في إعراض أوروبا عن الأدوار المنوطة بالمثاقفة التي حصلت في أوروبا والعالم العربي. فهي تهتم على المستوى الثقافي بدراسات الحالات الثقافية الشاذة والمتطرفة الناتجة عن الفهم السيء للإسلام وسماحته وعدالته، وتجاهلت أن الثقافة كيفما كان نوعها لكي تنشد العالمية لا بد من الانطلاق من الثقافة ذات الأبعاد المحلية لفهم النتاج الفكري القديم وهو موجود عندهم ومترجم إلى لغاتهم، بل إنهم نهلوا منه في مرحلة من المراحل في خلق نتاجهم الفكري. وأكاد أجزم أن ما ينشر اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي يشكل بشكل مبتصر ومحرف حول الثقافة المغربية يدل دلالة واضحة على أن فعل المثاقفة وصل إلى الباب المسدود. الذات المغربية لم تعد تستوعب جيدا إنتاجها الثقافي، ولم تعد تستوعب تحول ناتج في الرؤية للعالم، ولم تنخرط بما فيه كفاية في خضم المجتمع الشبكي الذي تبرز فيه ظاهرة التدوين باعتبارها شكلا من أشكال التعبير الرقمي. ومن المرتكزات التي تقوم عليها المثاقفة في المجتمع الشبكي عدم الاكتفاء بنشر الأخبار الثقافية والسياسية، بل لا بد من فحصها ونقدها وتقديم البدائل من قبل المختصين والباحثين في الثقافة والسياسة. التركيز على نتاج الماضي من كتب علمية وأدبية وفقهية ولغوية وتقديم البدائل والوسائط التي يجعلها تتداول في المجتمع الشبكي، عدم إهمال الثقافة ذات البعد المحلي في المجتمع الشبكي، إنما ينشر اليوم غير كافي للتعريف بالمنعطفات الحضارية والثقافية العربية والإسلامية، لكون هذه الثقافة بكل مكوناتها الإبداعية وأشكالها التعبيرية ضئيلة الوجود في الشبكة العنكبوتية. ولكي تكون الثقافة المغربية مؤثرة داخل المجتمع الشبكي لا بد من أولا تضمنها لمحتوى غني حتى تستخدم بكثافة وتكرار، تأهيل بنية تحتية لتسهيل توزيعها، تأهيل تقني ولغوي لبناء واجهات لنشرها، الانفتاح على مختلف الطاقات الإبداعية إلى أهمية للتكنولوجيا الشبكية، العناية بالترجمة من اللغة العربية إلى لغات أخرى
الرفع من ميزانية الأبحاث ومراكز الأبحاث في العالم العربي والإسلامي. المجتمع الشبكي يدعو إلى ضرورة الاهتمام بما يلي: الثقافة باعتبارها تواصلاً، وذلك من خلال تقبل أنماط العلاقات والمعاني والخبرات ما بين الأجيال. الثقافة المحفزة على الابتكار والإبداع، الثقافة بوصفها حصاداً متجدداً من إبداع الفكر والفنون والمعمار. نخلص إلى أن كتاب المثقف المثقف له مكانته الطبيعية في الإبداع والإصلاح. وأنا الأولى الآن آن الوقت للبحث في أو وضع تحقيق جديد للفكر المغربي وللفكر العربي بصفة عامة وفق تحقيق يستجيب لروح العصر ويستجيب أيضا للمجتمع الشبكي. لقد صاغ هذا الكتاب خلاصات نقدية حول راهن فكر الإصلاح النهضوي العربي الإسلامي، ثم أخضعها للقراءات النسقية التي تراعي السياق والمقام، فهي قراءات لا تطلق الكلام على عواهنه بل تطلقه على ضوابطه، بل إنها تستعين بالكتابات النسقية في الدراسات والأبحاث التي تناولت مفهوم المثقف المثقف في علاقته بالفضاء العمومي الأوروبي. والسي خالد حجير له من اللغات التي تحدث عنها الدكتور إلياس سابقا ما يكفي ليقع هذا لتقع هذه المثاقفة بين الشرق والغرب، والمعول على مثقفين آخرين يمتلكون عدة لغات، التعدد اللغوي والترجمة والتعريب والنحت والاقتراب أحيانا من لغات أخرى قد يفيد هذه المثاقفة التي حصلت، ولكن بمنعطفات كانت بطيئة لم تساير في نظري التحول الشبكي الذي عرفته المعلومات وعرف النقد العربي النقد الغربي على بصفة عامة. وإن كانت البحوث الآن التي تنجز في الجامعة ومراكز الأبحاث والأطاريح الجامعية، أعتقد أن يجب أن تتضاف الجهود لخدمة التراث من هذا الجانب. إننا لا يمكن أن في القرن 21 أن نسلم بمفاهيم وتصورات ربما لم تعد صالحة ليس للاستهلاك والتداول والانتشار، ولكن من أجل الاستفادة منها، ومن أجل أيضا إدخالها إلى المختبرات العلمية ومختبرات أيضا العلوم الإنسانية. فقد سئمنا، وأقولها بصراحة في استغل هذه المناسبة، سئمنا من هذه الموضوعات المكرورة في الفكر المقاصدي مثلا، أو كذلك في النقد الأدبي، في الفلسفة، في الإبستيمولوجيا. إذن ما أحوجنا إلى أطاريح وإلى أبحاث علمية دقيقة تأتي بمنعطفات جديدة تستفيد من هذا الكم الهائل من المعلومات المتدفقة اليوم، والتي يصعب علينا أن نميز بين صحيحها بين الصحيح فيها والطالح. إذن فالمعول على الباحثين والإتقان اللغات يعد أساسيا وضروريا ومهما. لا يمكن أن نفهم المجتمع الصناعي مثلا في ألمانيا ونحن بالنسبة للباحثين أتكلم وهم يجهلون اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية، ومد جسور التواصل مع أيضا مع اللغة العربية ومع الثقافات المحلية كذلك، اللغة الأمازيغية بالتحديد هنا. من هذه المنعطفات هي أساسية، نرجع إلى النصوص الأصلية المصادر نعم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المراجع. ومن هذا المنطلق البروفيسور خالد حجي كان ذكيا جدا، حيث أنه في هذا الكتاب القيم لم يشير إلى أي مصدر
من هذه المصادر التي هي كثيرة، إن في القديم مثلا أو في الحديث. وأنت مثلا نحن نتحدث عن المثقف، المثقف كان من الممكن أن نجد استشهادات مثلا من الاستشراق أو من الاستعراب، ومن أيضا من كيف كتب الفكر النقدي العربي النهضوي من طرف المشرقين إلى غير ذلك، لكنه لم يفعل واختار أن يكون كتابه مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الأطاريخ، مجموعة من المفاهيم، لأنه موجه بالدرجة الأولى في نظر ربما يخالفني في أجي الرأي، لأنها موجهة إلى الباحثين وإلى الطلبة في سلك الدكتورة تحديدا، وهو لا يخفى عليه هذا الأمر، وهو باحث رصين أشرف على مجموعة من الأطاريح باللغة الإنجليزية، وكان أستاذ للترجمة في التسعينيات من القرن الماضي، ونعرف جيدا ما للترجمة من آثار في نقل المفاهيم سواء من الشرق إلى الغرب أو العكس. إذن حتى لا أطيل عليكم، أقول بأن الكتاب أيضا يزخر بأصوات ورؤى ونظريات ومناهج غير معلن عنها، وهي خاضعة للمساءلة والتفكيك وإعادة البناء، وهذا يدل على أن الباحث خالد حجي يسعى باستمرار إلى مراجعة المفاهيم وتنقيح الأفكار وعدم الارتكاز على نظرية واحدة منتهية، لأنه ببساطة يسعى لبناء نظريته الخاصة حول المشروع النهضوي العربي الإسلامي في عصر مجتمع المعرفة، وأول الغيث قطر وهو هذا الكتاب، و ثم إن الغيث سينهمر إن شاء الله في المستقبل بمعية الباحثين الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.